والله مين دابو كلاعب الحديث فيه طول كثير، لاعب سجل اسمه بالذهب في النادي الأهلي مع مجموعة ذهبية للنادي الأهلي، التاريخ يذكرهم والكل يذكرهم. حقيقة الكابتن أمين رحمة الله عليه كان علامة فارقة، وكان يعني يحظى بشعبية كبيرة جدا في النادي الأهلي، وهذه الشعبية اللي كسبته محبة الناس، واللي كسبته جماهيرية كبيرة في النادي مرورا حتى بالمنتخب السعودي. هو شوف بالنسبة لأمين دابو له لمساته خاصة، يعني بغض النظر هو الناحية المهارية عند الكابتن أمين دابو تغلب عليها، يعني هو ما كان فيه القوة بقدر ما كان هو فنان مراوغ، يعني بالفعل كلمة ثعلب كانت تطلق عليه لأنه هو مراوغ، شايف كيف، وماكر يعرف كيف أنه صاد اللاعبين، كيف عارف أنه موه عليهم، كيف أنه هو يعني عارف يتلاعب بالفعل بالمدافعين، وهو يحب يسجل يعني الأهداف الصعبة، له ستايل معين كده في اللعب، يعني ما يسجل إلا الأهداف الصعبة، يبغى يلعب اللعبات اللي على الطاير، شايف كيف، يلعب بكورة يموه فيها وبعدين يشوت، يعني ما كان زي ما تقول يلعب اللعبة السهلة، بالعكس كان دائما يدور على الشيء الصعب عشان يسوي. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويذكره من الناس اللاعبين الكبار اللي هم خدموا الكرة السعودية وقدموا أجيال وأجيال وأجيال، وكله يعني بيشهد فيه عنه من الناس اللي هم يعني الطيبين الكويسين، قد ما تكون أنه في الملاعب غير تشوفه بعض الوضع، لكن أخلاقيا وخارجيا من أحسن مؤدبين ومحترمين، يعني أتمنى من له المغفرة والرحمة إن شاء الله ويذكرهم في جناته يا رب. والله جلساته من أحسن الجلسات ومن أبدع الجلسات، مجلسه كله فكاهة كله ضحك، إنسان يقول لك فكر في اليوم لا تفكر في الغد، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو كريم باللي يجي بكرة، إيش يومك يعني. حتى أفتكر أخذت أولادي معايا عنده يشوف المتحف حقه، فقمت أجيب موية، فيقول لهم أهم شيء أبوكم، انتبهوا لأبوكم، ويوصيهم على أبوهم، يعني ما في الدنيا دي زي الأبو ما يخاف عليكم. فإنسان مهما تكلم عنه والله ما هو في حقه، والله ما هو في حقه للأمانة، ما كلام الدنيا كلها ما توفي الله يرحمه من دابو الأشياء الطيبة اللي جوته، حنون حنون، إنسان حنون كثير والله. كابتن أمين دابو رحمة الله عليه الإنسان، أتوقع أنه الناس شافوا كابتن دابو في الملاعب، شافوا فنياته وشافوا موهبته، لكن أنا شخصيا من قرب منه أشوف أنه الجوانب الإنسانية في الكابتن أمين دابو تفوق كثير من ما حباه الله من مواهب كروية. إنسان الكل يحبه، صعب تلقى إنسان ما يود الكابتن أمين دابو، علاقته استثنائية مع جميع اللاعبين في كرة القدم، وفي النادي تلقى لعبة كرة اليد أصحابه، كرة الطائر أصحابه، دائما يجمعون عنده في بيته. حتى علاقته مع اللاعبين المنافسين جدا مميزة، اللاعبين الأندية في المنطقة الشرقية في المنطقة الوسطى كلهم قريبين من الكابتن دابو، لأنه صاحب لمسات إنسانية، وجلوس مع دابو يخليك تعيش في بهجة في فرحة، إنسان جدا متواضع، يخليك تشعر انك انت في يعني في الكمفورت زون حقك، والكل يحب يكون قريب من الكابتن أمين دابو رحمه الله عليه. أمين دابو كان من النوع اللي هو فعلا محترف، كان في وقتها يعني كان فعلا حياته احترافيه كامله، بس يمكن ما كنا جيلنا واحنا فاهمين طريقه الاحتراف، او على الاقل انا اقول لك ما كنت فاهم طريقه، بس كان ياخذ المواضيع بصوره جديه، يعني جديه جديا، يعني حياته ما عنده اللي هي تمارين وكرة، ومكرس حياته الموضوع هذا بس، ولاعب مهاري ولاعب يحب التحدي، يعني لاعب يحب التحدي مع أي لاعب، يعني ممكن يحطك أنت في راسه على أساس في تحدي شخصي بينك وبينه، وممكن ما نعرف شو يقول لك الكلمة بالأسلوب، بس ممكن يضحك الناس عليك في الملعب، ممكن بكل أريحية، وسواها كثير وفي لعبة كثير، وكان هو من اللعبة اللي دمهم خفيف، يعني فاكر في مباراة نزلت لا ما نعرف ضد قدام فريق الطائي أو شيء زي كذا، النادي من الشمال أعتقد كانت، أو قالت في الدوري، ف
فما نعرف كنا فازين 2-1 الشوط الأول والفريق هذا كان ضاغط علينا أو أنه 1-0 برضو ضغط علينا وكان عنيفين جدا كل الخصم خصوصا مع دابو، تعرف اللاعب المهاري دائما بينضارب ودائما. فلما نزلت أنا بعد بين الشوطين فروح طبعا كلنا على الجهة اليمين أنا هو يعني، فناداني قال لي تعال تعال، قال لي قلت له يا محمد، قال لي شفت هذا الظهير؟ قلت له تمام، قال لي إذا رحت للظهير هذا أنت خليك بس قريب مني، قال لي أنا حوريك حعمل فيه إيه، هو كان يتكلم طبعا بلهجة مصرية، قال لي أنا أوريك حعمل فيه إيه بس أنت تخليك جنبي. وفعلا الأمانة صراحة اللاعب هذا ماني فاكر مين، بس إنه صراحة سوى فيه اللي ما تسوى في كرة القدم بصراحة.